مسمار تشكي من الدفتر تلوح تشكي من مسمار خير خش فيها قال مش ميلت وهذا خطأ مش مش احنا في محلة عبد الكافي فلان في المنشي وين قال وين هم عدل ما هو نعم الحالات الموجودة في سبها كلها محجورة في منازلها، ما قدموا لها شيء من الأدوية، ما قدموا لها شيء من الخدمات ما عدا سلات غذائية عن طريق صندوق الزكاة ولا الهلال الأحمر، ما عدا الفريق الطبي المتابع ما تواصل مع الناس وحللها مشاكل، ما بعد الكورونا ما بعتوا لهم الأدوية والفيتامينات الآن، حتى اللي بعتون القوافل الطبية كمامات وقلفزات وانطيات وحاجات عادية. الآن المواطن يحتاج للعلاجات اللي هي تخص الكورونا اللي موجودة في الصيدليات بأسعار عالية، يجب أن يوصلوها طبعا المواطن يتخيل أنها موجودات وما أعطون له، هو في الحقيقة أن ما بعتوا شيء، ما موجود شيء في منطقة سبها هنا. منظمات الصحة في ليبيا كلها وين توجد، والمنظمات الدولية أراه المواطن اللي تقول له أحجر نفسك، محتاج للعلاج ومحتاج اللي يحتاج المواطن العادي، ظل هو حامل هم ما يبيش يطلع وهم ما وصلوا له من 20 يوم. وصلوا شحنة، يمكن احنا عمر المرض عندنا 20 يوم، شحنة واحدة نشوف فيها أكياس محدودة.